جميع المغاربه كيعرفوا بان المجموعه اللي فيها المنتخب المغربي مجموعه قويه، ولكن علمتنا كره القدم انه ليس لها منطق، بدليل انه منتخب ديال 1986 طاح في مجموعه صعبه انذاك، الانجليز والبرتغال وبولونيا وما ادراك ما بولونيا انذاك، وخرج يعني حتى المرتبه الاولى وداز الدور الثاني. الحظوظ ديالنا اللي نقدر نقول هو انه انا يعني شخصيا يعني متفائل، بشرط انه المباراه الاولى ضد المنتخب الايراني اللي هي مباراه مفتاح، يعني باذن الله الا دخلنا لها كيف ما جارينا الماتشات ديال الاقصائي ديال كاس العالم، يعني بداك الانضباط التكتيكي والتقني وكذلك والتركيز الذهني في نفس الوقت، زائد ذاك الروح القتالي والغير على القميص الوطني، فكنظن نقدروا يعني نفوزوا بثلاث نقاط اللي غتفتح لنا الباب ان شاء الله ضد المنتخب البرتغالي، لما لا يعني انتصار او تعادل على الاقل اللي غادي يفتح لنا حظوظ كثير باش ندوزوا الدور الثاني ان شاء الله. اما المباراه الاخيره ضد المنتخب الاسباني ف كنتمنى ان شاء الله انه يعني المباراه الاولى نفوزوا فيها وعلى الاقل نتعادلوا في الثانيه باش يعني على الاقل نوصلوا باربعه نقاط معاهم، وديك الساعه لكل حادث حديث ان شاء الله. فهي مناسبه كبيره وعظيمه لانه هذا حلم اي رياضي في العالم كيتمنى انه يلعب كاس العالم، فما بالك انك تسجل فيه، فيعني هذه فرصه كتكرر ربما خاصه في افريقيا، يعني في سنوات كثير عندك تجيك هذه الفرصه، وبالتالي مني هذه الفرصه كاينه، فخاص يعني اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي انه يعني ما يضيعوهاش، على الاقل يبذلوا مجهودات جباره ويشرفوا يعني الكره المغربيه بصفه خاصه والكره العربيه بصفه عامه ان شاء الله.